هناخد الباك اب بتاع دي اتش سي بي عشان ما خدناهوش المره اللي فاتت. طبعا انا هوقف الفيديو لحظه. هنتكلم على جزئيه بسيطه كده في الدي اتش سي بي، الباك اب والريستور، ازاي اقدر اعمل باك اب للدي اتش سي بي. ادي الدي اتش سي بي عندك، لو دوست هنا كده رايت كليك عليه هتلاقي عندك حاجه على الزون كده، هتلاقي عندك حاجه اسمها باك اب. عندك لو جيت هنا وقفت على الاي بي السيرفر نفسه هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه باك اب. طبعا انت كده كده الدي اتش سي بي مش بيسيف الداتا بيس بتاعته فين. لو جيت هنا على السي، لو جيت في ويندوز هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها دي اتش سي بي في سيستم 32. فين اهي، ادي ادي الدي اتش سي بي كله. طبعا هنا اللوجات بتاعته، ان هو مين مين اللي عمل معاه. فاكرين الدوا الدوره مين اللي عمل معاه. ادي اللوجات بتاعته، مين خد اي بي اخر مره والساعه كام واسم الجهاز ايه، الحاجات دي كلها يعني. التكستات كلها تمام كده. طبعا هاي الداتا بيس بتاعته هنا، الداتا بيس بتاعته دي يعني كلام فاضي خالص، ميجا يعني. انت بتقدر تلعب اللي انت عايز تلعبه في السيرفر كله في الاخر ترجعه يعني. ماشي، هتيجي هنا تدوس عليه رايت كليك وتقول له ايه باك اب. عايز تحط الباك اب فين؟ حط الباك اب مثلا، لا 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 ممكن تحطه على فلاش اصلا. نقول له هتحطه مثلا على الديسك توب. نعمل فولدر كده وهنسميه دي اتش سي بي باك اب. ماشي، نقدر نقول له اوكي. بس هو عمل باك اب كده. شوف هو 3 ميجا. لو جيت هنا بعد رحنا عملنا ايه؟ جينا عند السكوب دي ورحنا عملنا لها ديليت مثلا. ده خالص ده اللي فيها. تيجي تعمل تقف هنا تقول له ريستور. تيجي احنا الديسك توب. ريستور سكسسفول. صعب ولا اي حاجه. انما لو الدنيا مش مظبوطه كده هتلاقي نفسك لابس خانه. لا انت كل فتره بتاخد اصل الباك اب. انت عندك، بص يا احمد، انت اساسا بيبقى عندك سوليوشن كل شهر لازم تعمله. ايه هو؟ باك اب. باك اب ينفع يبقى في سكادول واخد باك اب؟ لا انت لا زمان لا باك اب يا عم. ده 3 ميجا انت كده كده زي الفاير وول مثلا. فاير وول هتيجي تعمل له باك اب، هتروح تعمل له باك اب ازاي؟ انت بتروح تعمل عليه تقول له باك اب ناو عشان تريح نفسك يعني. يبقى مساحته ميجا، الحاجات دي تريحك يعني. ده ممكن دي اتش سي بي ده يبقى عليه كلود صعب وحرق الدم وممكن خناقات، مفيش حد شايف حد. فاسهل حاجه عندك تعمل ايه؟ اي مكنه عندك هتروح تنزل السيرفيس، السيرفيس دي بتاخد وقت بتنزل كام دقيقتين، وتروح تعمل ريستور للباك اب ده. بس الناس كلها اشتغلت وكله شاف حاله وكله وصل للناس. واللي حتى اللي معمول له ريزرفيشن، لو انت عامل ريزرفيشن هتلاقي ريزرفيشن زي ما هو. بس دي قصه الدي ان اس دي اتش سي بي. عايز تاخد كوماند؟ ناخد الكوماند. ماشي، لو جينا فتحنا كده السي ام دي. ماشي كده، غير بس الخلفية دي. الكوماندات كتيرة شوية بس. دي هناخد نيتش كوماند. نيتش كوماند عشان اقدر اكريت السيرفر بتاعي بقول له كده نيتش دي اتش سي بي سيرفر. لو انا عايز اكريت ايه دلوقتي؟
عشان اشغل السيرفر نفسه، عشان فاكرني اللي هو اوثورايز، كنا بنيجي نعمل اوثورايز وانا اوثورايز، فانا بقول له ايه، بعمل له باك سلاش باك سلاش، وبتكتب له إيه الاي بي بتاع السيرفر نفسه اللي هو 10 100 10 200 اللي احنا عاملينه 10 200، وتروح تقول له ايه انيشالايز. انيشيت اوتو، اختصار كلمة اوثورايز. هو اوثورايز ايه ماشي كده، عشان اشغل ايه السيرفر بتاعي ماشي كده. لو عايز اعمل سكوب، لو عايز اكريت سكوب، هقول له برضو نيتش دي اتش سي بي سيرفر، خلي بالك مفيش حد بيدي الكوماند دي خالص يعني ماشي كده، وهنكتب له مين الاي بي بتاع السيرفر بتاعي ماشي كده، واقول له اد سكوب. السكوب بتاعتك هتبدا من كام؟ هتبقى ازاي؟ اقول له مثلا تقول 192 168 20 0 سبنت ماسك وتيجي كده تفتح كوتيشن ونقول له مثلا دي هتكون 4 اي تي قشطه. طب هو الباك اب ده نازل فين كده؟ ما انت حاطط في الفولدر بتاعه جوه في السيرفر دول يا ابني، اهو اهو اهو، ما هو ديسك توب عندك اهو. الكومن انا بكاري سكوب، لا اللي قبليها، اللي قبليها احنا غد... انا دلوقتي مش انت اول لما بتيجي تشغل السيرفر عندك بيبقى معمول له سهم احمر لتحت كده، ولازم كنت تيجي تدوس عليه وتقول له اوثورايز. ايوه احنا دلوقتي عملنا اهو، عملنا له اوثورايز بس عملناه له عن طريق الكوماند لاين، مش باك اب. اول كوماند ده يا جماعه، اول كوماند ده اللي هو انيشيت اوسو اي تي اي او تي اللي هو اختصار كلمه اوثورايز، يعني انت اعمله له اعمل ايه اوثورايز ليه شغاله يعني. تاني حاجه احنا خدنا ايه، ان احنا عملنا سكوب. بص كده على السكوب دي، لو احنا عملنا ريفرش هنا، جينا على السيرفر عملنا ريفريش، هتلاقي عندك السكوب اهي نزلت اهي فور مين اي تي اهي. فين يا ابني؟ لا لا، هي العلامه الزرقاء دي، انت عملنا ريفريش كم مره كده هتلاقي الشاله دلوقتي، او قفلنا الويزرد وفتحنا تاني هتلاقي الشاله ماشي كده. لو انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اكسكلود رينج، هقول له برضو نيتش دي اتش سي بي سيرفر ماشي كده، وهنقول له ايه الاي بي بتاع دي اتش سي بي بتاع كام، باك سلاش باك سلاش 192 168 10 200. ده الجزء ده اساسي، الجزء ده اساسي. بعد كده اقول له ايه سكوب، السكوب بتاعتي اللي احنا عملناها اللي هي كانت كام، 192 168 20 0، هقول له كده اي بي رينج، يعني انا اتوزع لي ان الرينج كذا الرينج كذا، اي بي رينج وزع لي من 192 168 20 20، هتبدا لي من كذا، ده الستارت ومين والاند ماشي كده. هنقول له لحد كام، 192 168 20 200، انا الرينج ده اللي عايزه يتوزع ايوه.
10 10 احنا عاملين رينج ورينج تاني خالص. فين يا 10 200 و20 ده رينج وده رينج. بس 20 اقل من 10 20 ده السيرفر نفسه. ده السيرفر نفسه. هي اد رينج. اد رينج فين اد. اد رينج. ماشي كده؟ يبقى هو هنا بص كده. هيوزع من كده لكده. ماشي. لو انا عايز اعمل اكسكلود رينج بقى، عايز اشيل رينج، هقول له برضو نفس القصه. دول الاساسيين دول ماشي كده، وهتقول له برضو سكوب. السكوب بتاعتي اللي هي كام؟ اللي هي دي ماشي كده. هقول له اد اكسكلود بقى. اكسكلود رينج اعطى لي من كام لكام؟ هنقول له مثلا 192 168 من 20 60 لحد 192 168 20 80. اكسكلود رينج حته واحده. الاثنين لازم اكتب. بص كده شغل على ميه بيضاء يعني، تشطيف فنادق يعني. ماشي كده. طيب هقول لكم على اختصار. لو انا جيت هنا وقلت له كده نتش، دوست له انتر، دخلنا على نتش على طول. فاصبح دلوقتي ممكن اقول له ايه؟ دي اتش سي بي سيرفر، واكمل بقى يعني همسح الجزء الاولاني. ماشي؟ صعبه الكوماندات دي بقى، شغل الاحترافيه شويه يعني.